الناس بقى دلوقتي اقبالها على الفضه اكتر من الذهب. ليه؟ عشان الفضه طبعا الجرام بتاعها بيعمل من 18 20 22، لكن الذهب الجرام بتاعه 450 والاجره بتاعته في الشرس 500 جنيه. طبعا الشاب عشان يجي يجيب شبكه اللي كان بيجيبها ب 2000 جنيه دلوقتي اللي هو 5 و10 ده اقل حاجه، تعتبر برضه مش حاجه. فالشاب طبعا هيجيب منين؟ طب طبعا لما يجي يجيب طقم فضه، طقم كله ممكن يعمله 600 جنيه 700 جنيه، يوفر مثلا معاه حاجه ثانيه، مثلا يجيب مثلا بيع شقه، يعمل مثلا يوظف بيع حاجه عنده في الشقه احسن كده يعني. طب هل الاقبال على الفضه زاد الفتره دي؟ الفتره ديت الاقبال كان زاد شويه عن الذهب وكده، وزي ما انت شايف كده سوق الذهب يعتبر واقف بالنسبه للبيع والشراء وكده. لكن الاقبال في الذهب مش الشراء بس، احنا بنشتري من الزبائن بس، لكن كبيع مفيش.